من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. إذن عدد جديد من برنامجكم اللي تعودتوا به من الجامعة نبني الوطن. إذن كالعادة يرافقني فيها نوفل الشرطاني ومحمد سيف بولعريز في الإخراج التقني. اليوم ضيفنا السيد الدكتور أحمد الربيعي، وهو أستاذ جامعي وأستاذ تعليم عالي في الحقيقة، وهو باحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. إذن باش نحكيه على واقع ربما الانتداب في لحالات وزارة التعليم العالي، ومش نتطرقوا للبحث العلمي إلى آخره. سي أحمد، عسلامة ومرحبا بك. عسلامة ومرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة الكريمة. عايشك سي أحمد، تحية ليك ولكافة مستمعينا بمدينة صفاقس، بولاية صفاقس، وبتونس كاملة. إذا دكتور باش نحكيه اليوم، نبدأ بمعناها مناظرة انتداب الأساتذة الجامعيين اللي حالتها وزارة التعليم العالي. برشا بوليميك وبرشا حديث على الكونكور هذايا، وانت سيادتك معناها انا قريت لك برشا حاجات في وسائل التواصل الاجتماعي، عندك ما تقول في الموضوع هذايا. سي احمد اتفضل، الكلمه ليك. شكرا ليك. هو بالفعل يعني هذه نجم نقول احنا دوره انتداب استثنائيه، بحكم انه لعده سنوات معناها تعطى الانتداب، ورينا معناها ريتومايا والناس كل دبوا تقريبا المعنيين بالشان الجامعي انه عدد الترشحات لرتبه استاذ مساعد كان ضخم جدا، اللي هي اول مره في تاريخ تونس نوصلوا تقريبا اذا نعتبروا ما وجد على المنصه الرقميه تقريبا يناهز 10,000 مترشح او اقل بقليل، اللي هو معناها عدد عمرنا ما ريناه قبل. يعني نتحدث ربما عن خبرتي انا بحكم اني تقريبا من سنوات 2000 معناها كانت اول دورة كنت فيها عضو في لجان الانتداب، وامتدت إلى تقريبا سنة 2018 في عدة رتب. نعم. عن تجربة كانوا مثلا في البداية كانوا عدد ترشحات معقول، يعني نجم نقول إذا عندنا خطة تقريبا عندنا 2 ولا 3 مترشحين على نفس الخطة، وكان العمل يجم يجري بسلاسة وبهدوء وتقييم جيد للملفات. نعم. الخاصية بتاع العام هذا أنه لنفرض معنا جدلا اللي هي حالة واقعية جدا انه مش نلقاو تقريبا عدد المترشحين 10 مترشحين على كل خطة. نعم. ولا ناخذوا احنا مادة معينة نقولوا مثلا الفيزياء والبيولوجيا والى اخره، مش نلقاو 500 ملف. نعم. 500 ملف معناها اذا نعتبروا احنا انه اللجنة متكونة من 5، تعرفوا انه القانون المنظم للانتداب في تونس هو القانون بتاع عدد 1825، الأمر عدد 1825 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993، اللي هو يضبط معناها في الفصول نتاعو شروط الترشح وآلية الانتداب وكيفاش تجري العملية كاملة من تقريبا إذا ناخذ هذم الفصول المعنيين 26 27 28، اللي هما يعطيو بالتحديد كيف تتم عملية الاستماع ولا استدعاء المترشحين والاستماع إليهم. الفصل 40 41 تقريبا إلى 46 يضبط كيف يتم تركيب اللجان، يعني تعرفوا اللجان فيها 5 أعضاء، 3 أعضاء منتخبين من زملائهم، عضوين معناها يعينهم الوزير، ورئيس يعين من بين الأعضاء الخمس. وفي حالات استثنائية خاصة مثلا إذا كان عدد المترشحين وعدد الخطط ضعيف جدا يمكن الاكتفاء ب3 أعضاء في اللجنة. ما سيكون صعبا المرة هذه، ما قلت لك اعطيتك رقم انا تقريبا اللي هو واقعي جدا، مش نلقاو مثلا بعض المواد اللي مش نلقاو رواحنا بين 200 الى 500 ملف على بضع معناها نقولوا عشرات يمكن 40 50 خطه. وبالتالي عندنا بمعدل 10 مترشحين على كل خطه. يعني واقعيا المطلوب من كل لجنه انها تحدد مقررين لكل ملف. يعني الملف لازم 2 أعضاء من ضمن الخمسة ياخذوا كل ملف ويكتبوا فيه تقريرين. يعني إذا نضربوا في 2 احنا نلقاو روحنا في كل معناها 1000 نقسموا على 5 5 أعضاء، باش نلقاو روحنا كل عضو في اللجنة ماشي مطلوب منه يعد 200 تقرير. 200 يعني تقرير. يدرس يقول أي ممكن نقولوا 200 تقرير، يعني العضو سيدرس بتمعن وبروية وبدقة الملف نتاع المترشح.
بطبيعة الحال لأنه هذا مستقبل الناس معناها. بالطبيعة معناها كل شيء. وأنا عن خبرة نجاوبكم مرة أخرى على الخطر. يعني كنت عضو في لجان الانتداب معني. أي. نعم. إنه أعداد تقرير باش تدرس أنت ملف كامل، تعرفوا إنه المطلوب منك النشريات، تدرس النشريات العلمية، قائمة النشريات، قائمة الأشغال البيداغوجية، المساهمات في المنتديات العلمية، كل الإنتاجات العلمية والبيداغوجية بكل أنواعها. تقريبا الملف يطلب منك من ساعتين إلى ثلاثة ساعات بعمل مستمر، يعني كل عضو باش يحضر في اليوم يجم ربما يحضر ثلاثة أربعة تقارير. هو عنده 200 دونك هذم ديجا 50 يوم من العمل المستمر كل يوم بدون استراحة باش يحضر، يوصل يحضر هذم شهرين معناها اللي فقط لأعداد التقارير اللي هما من المطلوب يكون درسهم العضو قبل للاستماع، قبل الاستماع للمترشح. بعد جلسة الاستماع تعرفوا زاد يضبطها القانون اللي هو يظهر لي الفصل 27 ولا 28 عفوا من نفس القانون المذكور اللي هو الاختبار يدوم 20 دقيقة، يعني المترشح مش يقدم أشغاله لمدة 20 دقيقة تليها ساعة من المناقشات. بوم بالطبيعة هوني ثم نوعا ما من المرونة، تجم تكون أقل من ساعة، تجم تكون أكثر حسب الملفات، لكن من حق المترشح أنه يطالب بالاستماع لمدة تكون 20 دقيقة وأنه تليها مناقشة على مدة ساعة من الزمن. يعني هوني مرة أخرى معنا قداش إذا نحسب احنا ساعة وعشرين دقيقة لكل مترشح في أقصى تقدير وعن تجربة مرة أخرى مش نعديه أكثر من 7 مترشحين في اليوم، الاستماع لسبع مترشحين في اليوم. نعم. يعني هذا معنا 70 يوم استماع بصفة متتالية، إذا نقولوا 500 مترشح هذم شهرين ونص، نزيدوهم الشهرين متقبل 4 شهور فقط. وهذا لدراسة الملفات وللاستماع عندك 4 شهور. للاستماع 4 شهور فقط بعمل متواصل دون استراحة. اي. باش يجب تجم لجنة تنظر بصفة موضوعية وبصفة نزيهة في الترشحات. يعني يا ريتو العملية قديش مش تكون معقدة المرة هذه. وستشوبها ضرورة كثير من الشوائب حتى لو فرضنا انه اللجنة عملت بكل نزاهة وشفافية إلى آخره، بما عدد مرتفع للمترشحين مش يقول لك انا ملفي ما خداش حقه الى اخره، في الاستماع ما عطونيش حقي، يعني مش تظهر العديد من المشاكل. بالله سي احمد هنا، بالله سي احمد سامحني نقاطعك لهنا ربي فضلك وينور ذاتك. بالله سي احمد احنا نشوفه مثلا في القضاء ولا في المحامين ولا في الخبراء ولا في المرشدين الاجتماعيين الى اخره، الناس هذيكم محلفين وطبعا الدوله ما دام حلفتهم ما دام معناها خايفه على مصالح الناس وكذا، وهو اجراء معمول به معناها الناس كل تعرفه. هل اعضاء نتاع اللجنه هذيه في لجان الانتداب في التعليم العالي محلفين ولا لا؟ ما عندناش هذه عمليه التحلف، هو اون سيبوز معناها انه معناها نتوسموا فيهم الخير. احنا انا السؤال سالناه من باب يعني متروكة، هو دم لما تم اشكال انا حتى كان من انتمائي من الناحيه الاخرى، يعني انا نعم احنا انتداب لما نحاول نضع روحي من الطرف الاخر معناها لا احنا المترشح بما اني زاد كنت مترشح في فتره ما بالضبط. هو الحقيقه السؤال سالناه فقط معناتها لاناره الراي العام، ولكن ما معناش حتى شك فيهم وننزهوهم، يعني ان شاء الله ربي يعاونهم، هم الحقيقه حمل ثقيل عليهم. عادة عمليه صعبه اكيد هي، ما حتى في كما قلت لك لو فرضنا انه معناها النيه متوفره للعمل بشفافيه ونزاهه ستصعب الامور جدا، خاصه مش نلقاو ملفات معناها يصعب الفصل بينها. نعم. ستكون الامور في بضع نقاط ربما. نعم. وكل مترشح تفضل سي احمد سامحني على المقاطعه باش نكمل لك. لا طبعا على المستوى القانوني تفضل. انه ربما الاشكال وهوني اشكال حقيقي خاصة كي نحكيو على عدد من الملفات ضخم جدا هو آلية الطعن، يعني لنفرض انه مترشح معناها لم يقتنع بالنتيجة واعتقد انه ثم معلش لا من حقه يعتقد انه ثم فساد في اللجنة. نعم. شنو الآليات اللي تجم تتوفر عنده للاعتراض على النتائج؟ المشكلة انه لا شيء. هوني ساسي ثغرة قانونية أنا نعتبرها خطيرة جدا، لأنه ما عطيناش للمترشح الحق في الطعن في النتائج. لا هو الحق في الطعن سي أحمد ظهر لي موجود الحق في الطعن، ولكن معناتها الطريقة ربما أو الآلية
هي اللي معناتها غايبه، ولكن اعتقد عنده الحق في الطعن. في الطعن، في الطعن، لا مش في الطعن، الطعن الوحيد اللي يجي يتقدم به المترشح هو يكتب يراسل الوزاره. الوزاره حسب الفصل 46 من نص القانون ستحيله للجنه، ومن حقه يطلب مقابله مع اللجنه اللي ما تفسر له. أنا النص حتى نص الفصل 46 واضح يقول يمكن مقابلة مع اللجنة للاطلاع على الأسباب العلمية التي عللت قرارها. نفس اللجنة أخرى. نفس اللجنة نفس ولا اللجنة. لجنة أخرى؟ لا لا نفس اللجنة. ما لذي شنو الطعن؟ هو الطعن في لجنة وأنت تعاود ترجعوا لنفس اللجنة. بالضبط، دونك ما سماش حقيقة آلية طعن، والطعن الوحيد هو سيكون بعد صدور النتائج النهائية اللي هي ما فيهاش إمكانية التراجع، يعني لو الوزير أمضى القرار بالتعيين بالانتداب القانون بيدو، حتى لو لنفرض المترشح اشتكى للمحكمة الإدارية وتوصل إلى حكم بتوقيف التنفيذ، ما ناس لن يغير الأمر شيئا. أيوة، شنو الدليل اللي عنده هو باش يشكي المحكمة الإدارية؟ شنو الدليل؟ لنفرض اللي لنفرض مثلا عنده أدلة أنه لا 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 قصدي سي أحمد، معناها هو ربما عنده أدلة، ولكن معناها من يجمش يعارك بها الأدلة، لأنه أنت في الأخر عندك مقابلة شفاهي، عندك مقابلة شفاهية، ومقابلة شفاهية نجم نعطيك من 0 ل 20. أنا كيفاش مش بالضبط كيفاش مش تطعن؟ أنا أعطيتك 0، شنو كيفاش مش تقول أنت نستاهل أكثر من 0؟ هذا من أحد الإشكاليات، أنه ثم حاجة اللي هي حاولوا عملوها في فترة ما يظل عام 2018 و17، أنه تكون نوع من الشفافية بحضور أعضاء خارج اللجنة والمترشحين اللي هي لا يمنعها القانون، ولا نص القانون انه يمكن لاي شخص يحضر يعني مناقشه الملف لاي مترشح، سواء كان من عائلته معناها للاطلاع، وسواء كان عضو مراقب من جمعيه او منظمه تريد الرقابه هذه. قلت له انا اعطيتكم الاطار القانوني، لكن الاشكال بالنسبه لي في الدوره هذه الانتداب سيكون الامر معقدا ومعقدا جدا باعتماد نفس القانون نتاع 93. وهيك علاش انا من المنبر نتاعكم ندعو الى مراجعه القانون الاساسي هذا. تعرفوا انه القانون الاساسي زاد في خضم تحركات جماعيه عام 2018، وبعد ما تلاها من مشاورات واتفاقيات تم اعداد مشروع قانون اساسي، ولكنه من تقريبا من 2019 ما رجعتلوش الوزارة، مع انه الوزراء اللي جاوا الكل بعد قالوا احنا سنعده هو قريبا وكذا وكذا، ولكن لم يحصل شيء. من بين الامور التي وجب مراجعتها في القانون هذه هي آلية الانتداب للتأقلم، ولا نقول احنا يعني نكونوا في مستوى ما يجري في العالم. تعرفوا انه تو حاليا في العالم ما ثماش انتداب هذا الكل معنا على بعضه، ما نقولوه ثم انتداب على دورتين، ثم ايداع ملفات، ثم دراسة الملفات، ثم بعد ما يتم إعداد قائمة مصغرة نسميها الشورت ليست، قائمة مصغرة في المترشحين الذين استوفوا حظا واستوفوا يعني شروطا دنيا في الملف نتاعهم، وبعد يتم الاستماع فقط لجزء ولا لنسبة معينة. بريسيليكسيون معناها بريسيليكسيون. بريسيليكسيون بالضبط على دورتين، وهذا معمول به تقريبا في العالم الكل. بحكم قلت لك انه من المستحيل معناها تدرس 500 ملف، تحب لك 5 شهور معناها عمل متواصل ومعناها بدنيا ونفسيا واللي تحبوا انتم الكل. بالضبط. وفكريا صعيبة برشا العملية مهما كانت النزلة ومهما كانت معناها درجة النزاهة نتاعها. نعم دكتور، إذا في إطار التفاعل نتاعك بارك الله فيك، إذا دكتور توا القانون هذا نتاع الانتداب في وزارة التعليم العالي، القانون هذا يرجع لنا عام لسنة 1993. 93 معناها من 93 لتوا دكتور يعني 30 سنة تقريبا. 30 سنة. باهي دكتور، بالله نستسمحك دكتور وخذني على قد عقلي، معناها توا الدكاترة المترشحين الخطة أستاذ مساعد للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي، الدكاترة هذوما توانسة. ونحن في تونس معناها نشوفوا أن المناظرات في الشرطة في الحرس في الجيش في الديوانة في 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 القباضة في البوستة في أي بلاصة، معناها معروفة المناظرات كيفاش تحط الشهادة العلمية نتاعك، بعدين يعيطوا لك الكونكور كتابي، وبعدين فما الشفاهي، وبعدين فما الطبيب والسبور. علاش وزارة التعليم العالي معناها عاملة كما نقولوا تمشي وحدها يختلف على كل الوظائف الموجودة في الدولة هذه من ناحية. من ناحية ثانية بالله سي أحمد، لو كان تسلط لي الضوء على الوثائق
المطلوبة من المترشح الخطة أستاذ مساعد التعليم العالي. حسب معلوماتي أنا فما ملف علمي وفما ملف بيداغوجي، وكل واحد معناه بالله أعطيني فكرة شنو مطالب كل واحد باش يقدم، لأنه نعرف أنا بسانك بواد درشيف خمسة صناديق وفما يعني معناها حكاية بالله نحبك تعلق لي عليها سي أحمد. أي طبعا جاوبك على السؤال الأول. هو تعرف أنه التعليم العالي عندهم قانون أساسي خاص، ثم القانون الأساسي بتاع الوظيفة العمومية، وثم قانون أو أمر خاص اللي هو يتعلق بال يضبط النظام الأساسي للباحثين المدرسين في الجامعات. وهذا اللي فيه آليات الانتداب مختلفة، بون لأنهم في فترة هيك يعتبروا أنه يتطلب خصوصيات. إيه برشا الاختلاف سي أحمد، برشا برشا برشا. اي هو احنا توا من بين المقترحات اللي قمنا بها، ما انا قلت لك هذه الامور راهي بدات تتعكر تقريبا من 2015-2016، وقت لاحظنا احنا كاساتذه انه عدد المترشحين والعدد الدكاتره الذين سيترشحون يوما ما، خاطرهم اكملوا استوفوا شهاده وتحصلوا على شهاده الدكتوراه وسيترشحون وقت يتم فتح خطط تجاوز الالاف. وبدينا وقتها نحسوا انه هذا القانون لم يعد ممكن العمل به. وقتها اقترحنا انه كما قلت انت تجري عمليه اختبار كتابي كما معمول به مثلا في الريزيدانات دو ميدسين، معناها مش كان احنا حتى اللي نعتبر احنا في الوظائف هذه اللي نسميهم احنا فوق كومبيتونس ولا فوق ديبلوم، انه ممكن تكون عمليه كتابيه. سي اون فاسون دو بري سيليكسيوني، هي طريقه ما كما موجود في الليزيزات سي احمد، ولا كما موجود في الليزيزات ولا كونكور التكنولوج موجود. اي صحيح موجود، معناها ما مش نجيبوا حاجه من المريخ، نحن هو موجود في الليزيزات، معناها فما كونكور نتاع بريسيليكسيون. ولو انه سي احمد ربما توا كان يعملوا الكونكور هذا ربما ما توافقش عليه نقابات ولا انظمه معينه، يقول لك اخي انا بعد ما وليت دكتور مش نزيد نعدي كونكور انا منه هكا وكتابي ونحل ليزيكواسيون. لا عادي جدا، هو علاش معناها احنا نشوفوا فيها بالطريقه يا اخي. هو هذا معناها الترشح للخطه الانتداب هو كونكور زاد فينالمون، معناها مش يحضر ملف ومش تستمع له اللجنه مش تطرح عليه اسئله. ربما معناها يكون على مرحلتين باش نسمحوا احنا انه نختبروا طريقة التفكير. هو أكثر هو بناء التفكير المنهجي العلمي النقدي ولا القدرات البيداغوجية في التحليل وإلى آخره. هو الغريب في الأمر سي أحمد، سامحني على المقاطعة، هو الغريب في الأمر أنه المعهد العليا للدراسات التكنولوجية تابع وزارة التعليم العالي، والكليات الأخرى الكل معناتها تابعين وزارة التعليم، يعني نفس الوزارة، هذوما يدخلوا بكونكور وهذوما يدخلوا بليجيان وكذا، يعني ما تلاحظش أنه مش يونيفورم الحكاية. لا هو صحيح، هذا كلامك صحيح، خاطر احنا من خصوصيات وزارة التعليم العالي عندنا عدة أصناف. نعم. يعني تعرفوا اللي هما عندهم قوانين أساسية مختلفة، مثلا ناخوانا صنف الأساتذة المبرزين عندهم قانون أساسي مختلف، صنف الأساتذة التكنولوجيين مع المدرسين التكنولوجيين عندهم قانون أساسي مختلف، الباحثين الجامعيين مع المدرسين الباحثين عندهم قانون أساسي مختلف. بون هذه خصوصيات يجب مراعاتها، ولكن ثم أمور كما قلت أنت تجب تكون معناها مشتركة بالضبط. سي احمد توا هو الجزء الثاني ربما نجاوبك على الملف، هو فعلا معناها هذا حاجه معناها لم تعد مقبوله في سي احمد. توا انت استاذ تعليم عالي وانت باحث، وتعرف انك انت لما تنشر ورقه نشريه في لي تروازو ولا في اي الزفير ولا في اي مجله عالميه محكمه، يعني يكفي انا نكليكي بالسوري باش نلقاها البابي هذيك. علاش انا علاش تطلب فيا انا باش نطبع عندي 10 ولا 15 ولا 5 ولا اللي هو، علاش تطلب فيا باش نعطيهم لك معناها ورقيه، معناها نسخ ورقيه، ما نعطيك الليان وانت كليكي على روحك وتطلعها في الجورنال وكاو. بالضبط الله ينورك، هو هذا موضوع من بين الاشياء اللي خلينا نستنكر، واحنا تقريبا الناس كل الجامعيين كل احنا ما لم يعد مقبول انه هذه الامور نتاع 4 كراد انه يبدا المترشح اولا يخسر عليها العديد من دنانير مئات الدنانير باش يعدى، وثانيا اوراق جمعها وبعد اعاده توزيعها على اللجان، يعني ريتوا الاطنان انتم ربما الصور اللي ريتوها على شبكات التواصل الاجتماعي شيء يعني غريب. اطنان نتاع مش تتحول من جامعه لجامعه، بعد تتلمت في الوزاره تعود تتبعث الرؤساء اللجان. تتوزع في وسط اللجان بين الاعضاء، الى هذا غير مقبول بالنسبه لي خاصه انه من الرقمنه هذه ما هيش صعيبه برشا، معناها يكفي انه تكون عندنا
بلاتفورم اللي كيما موجوده عندنا تيس.تي.ان، وين المترشح لما يسجل في شهاده الدكتوراه يرمي بعض الوثائق نسخه بطاقه التعريف الى اخره. سهله ما ثم حد شيء يمنع. انا نعرف يا سي احمد، سامحني على المقاطعه مره اخرى، فما الدكاتره، انا نحكي لك على ديكاريال معناها حالات صحيحه، فما الدكاتره ما قدموش لانه قال لك بالليش مش يحضرني فيه الدوسي هذا، واهق من الدوسي، معناها ما حضرش، يقول لك انا جيب لي الكور الفلاني وجيب لي الكور، معناتها المواد اللي درستها خي تو انت تو انا متخرج دكتور من جامعه ما درستش كورات، معناتها علاش مني مش جيب لك انا الكورات هذه، وزي يكون مطبوع من المكتبه نتاع المؤسسه اللي درست فيها ومحامل يعني بصراحه مطبوع من رئيس القسم والمدير لا برشا تعقيدات اللي هي غير مفهومه اليوم. انا كما قلت انت بالنسبه للنشريات العلميه اسهل ما يكون على الانترنت، عندنا تعرفوا الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير الدوي نتاع الافريق اللي نجموا نوصلوا مباشره للمقال ونتاكدوا انه الشخص المذكور هو المؤلف نتاعه ونشوفوا النوعيه ونجموا نقيموه ونكتبوا التقرير. ما ثم برشا حوايج لم تعد مقبوله، خاصة انه كما فسرت لك الرقم انا نتاعها ما هيش صعيبة بالكل، يكفي انه يكون ديبو وين المترشح يرمي الوثائق الملفات الالكترونية فورما بي دي اف واللجنة تطلع عليه. هذه امور مثلا نحكي لك انا عن تجربة مرة اخرى، معناها من 2010 معناها شاركت في لجان في الخارج في فرنسا وفي انجلترا، معناها هذه امور بسيطة جدا، معناها اي عضو لجنة عنده اكسي يدخل يشوف الملفات نتاع مترشحين ويجم معناها يعني سي احمد انت خدمت في لجان انتداب خارج ارض الوطن. اي ومعناها ما غير يعني الحقيقه انا مش هنا باش نقول انه الخير وانه الاخيب، ولكن انت معناها ما شفتش نفس الانظمه اللي نتبعوا فيها نحن هكا ولا كيف؟ لا طبعا هو اسهل بكثير، معناها انت عندما ما يتم استدعائك في لجنه انتداب ولا ترقيه في الخارج يعني جست مطلوب منك يبعثوا لك اليان اللي هو بتاع بلاتفورم، مش تدخل انت مش تلقى ملفات المترشحين في نسخ بي دي اف وتطلع عليها، وعندك وقت معناها نقولوا شهر او شهرين لاعداد التقارير على المترشحين، معناها عمليه بسيطه ومعناها فيها اريحيه، ما تخليش الشخص تحت الضغط. معناها تخيل كي تبدا رئيس لجنه راهو الامر كي نقول لك يجيوك 80 ملف، معناها لازمتك بيت كامله باش ترمي فيها الملفات باش تجي انت تتصرف فيها. بالطبيعه 80 ملف لوجستيه غريبه جدا ومتعبه ومضنيه. 80 ملف، انت كي يجيك 80 ملف كل ملف فيه خمسه صناديق، انت عندك توا ديجا هما توا برك شويه هبطوا الزوز ملفات ورقيه كهو، هما الخمسه صناديق تقريبا تم التخلي عليها منذ انا اللي جلب انتباهي سي احمد انه يقول لك وعلى محامل رقميه ويحط لك بين قوسين سي دي، وقت اللي توا حتى الكمبيوتر بيدو اللي يبيعوا فيه ما عادش فيه لكتور سي دي. اي معناها توا شنو توا هذه وزاره التعليم العالي اللي هي مصدر التكنولوجيا، معناتها التكنولوجيا للبلاد منين تجي من وزاره التعليم العالي، معناتها اقوى واحده في التكنولوجيا وهي وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي قانون الانتداب مازال 1993 اخي عليه وما يتحينش، ما فماش حتى شيء يتبدل باش احنا نقعد ونستعملوا في قانون 1993. ونعطيك ريزون اخرى انه الامر مش صعيب، احنا مثلا في البحث العلمي عندنا تقارير سنويه للمخابر اللي هو الانتاج العلمي المخابر للبحث العلمي. نعم. اللي هي بمعناها مبادره من وقتها في فتره ما في 2018 من مدير البحث العلمي في الوزاره، المدير العام للبحث العلمي، مع دي تكنيسيان ولا دي انجينيير انفورماتيك في وزاره التعليم العالي، معناها ما ثمش لا طلب عروض لحد شيء، قاموا باعداد منصه يتم فيها الايداع، يعني الامور تقنيه سهله تصير له، هي يكفي ان تكون ان تتوفر الاراده من الوزير او من الاطارات وتقولوا اي نعملوا منصه هو الحقيقه في بضع شهور. نعم، هو حقيقه الوزير العالي الوزير الحالي الدكتور منصف بكثير هو تو مش محل لوم حاليا لانه مازال كيشد الوزاره، لكن احنا نتحدثوا على القانون، ماناش نتحدثوا على شخص معين، احنا نتحدثوا على القوانين. ندعو كل المسؤولين، معناها احنا ما احناش مش نلوموا علاش تاخرت الامور، احنا مهما كانت الاسباب في تاخر الامور ما يمنعش انه تو عندنا الامكانيه انه باش نراجعوا ارواحنا، لانه تو انت دكتور، معناها الدكتور باش يدخل مثلا الاستاذ مساعد للتعليم العالي يعني يطلب منه رسالة الدكتوراه ورسالة الماجستير والمهندس والباك. تو بليه الأوراق هذه معناتها سامحني تو هو معناتها ولا مهندس ما غير باك، وإلا هو عمل الماجستير ما غير مهندس،
ولا هو عمل دكتوراه ما غير ماجستير، يعني معني الحقيقة شنو معناتها؟ علاش رجع لي لشهادة الباك؟ معني شهادة الباك شنو بيه وانا دكتور؟ معني امور غير مقبولة افكتيفمون كما قلت، امور معناها تجاوزناها وما بقاتش مطلوبة، انه اخر ديما المعمول به اخر ديبلوم وبعد الروابط للانتاج العلمي ولا حتى البيداغوجي تكون في ملفات بي دي اف، والعملية سهلة جدا تنظيميا وما فيهاش حتى تعقيد اذا توفرت الإرادة في ذلك. نعم، نجيو توا بالله دائما في الانتداب قبل ما نتعداو الموضوع الثاني دكتور، نجيو توا للترقية، وبالله نحبك معناتها دكتور تركز معايا في الترقية. توا مثلا باش تترقى انت من استاذ مساعد للتعليم العالي لاستاذ محاضر، يلزم يطلبوا، يلزمك تعمل على الاقل ساعة يلزمك 4 سنوات في الخطة، ومن بعد يلزمك 4 نشريات في مجلات محكمة، ومن بعدين يلزمك تكون اطرت ماجستير ولا اطرت رسالة دكتوراه، علما وانك انت استاذ مساعد للتعليم العالي ما عندكش الحق تاطر رساله الدكتوراه. شوف البارادوكس، معناه يلزمك تكون اطر الدكتوراه وانت ما عندكش حق تاطر الدكتوراه، ثم بعد هذية تعمل ميموار دو سانتيز اللي هي في حجم الدكتوراه. ما تشوفش معايا دكتور انه هذوما اللي عملهم المتر اسيستون، معناها ما تشوفش معايا ان ذي بريس كاين دكتوراه جديده؟ معناها صحيح، هو هذا للاسف زاد مره اخرى مربوط بنفس القانون، والقانون 1824 للتاهيل الجامعي، اللي هي كانت القانون المعتمد في فرنسا قبل سنوات الثمانين. نعم. يعني السنوات الثمانين كانوا تم ابيليتاسيون اديريجي دي ريشيرش، احنا عملنا التاهيل الجامعي. نعم. يعني باش تكون تقريبا موازيه لما يجري في المنظومه الفرنسيه، لكن من بين المواضيع التي طرحت معناها في اطار اعداد قانون أساسي جديد للمدرسين الباحثين في الجامعات هو مراجعة هذا. يعني ما فائدة التأهيل إذا أنت مش تطلب منه معناه عدد معين من النشريات وعدد من الخبرة نقولوا احنا في التأطير، أو عدد من السنوات الخبرة في البحث أو في التدريس. يعني مش يعود يعدي مرتين، احنا اعتبرناها دوبلون بلوا، مش نعدي أبيليتاسيون بنفس الأبيليتاسيون، مش نعود نعدي يعني ترقية في رتبة أستاذ محاضر. نعم. احنا قلنا اذكرنا من بين المقترحات انه نتخلاو على التاهيل اللي تقريبا غير موجود الا في بلدان كيما فرنسا وبعض بلدان اخرى، النظام الفرنكوفوني عند ليكيفالون. اي نظام فرنكوفوني. يعني ما هوش، ما سماش ضروره. شوفوا احنا النظام الانجلو ساكسوني عندهم تعدى من يعني اسيستنت بروفيسور الاسوسييت بروفيسور، عندك عدد من الخطط تترشح وحسب الملف نتاعك، يعني بالضبط يتم النظر فيها بصفه تنافسيه مع المترشحين الاخرين. نعم، يعني من بين المواضيع اللي يجم يشملها يعني اعاده التفكير في القانون الاساسي الجديد. نعم. وقلت لك راهو ثم مشاريع، ما هيش امور مش تتعود تتكتب، تقريبا مشروع جاهز حسب علمي من 2018 ثم مشروع جاهز وعليه شبه اجماع نقولوا احنا من الوزاره والنقابات. يعني بقيت بعض التفاصيل التقنيه اللي تخص معناها التفاصيل التقنيه والانعكاسات الماليه ربما. والانعكاسات الماليه نتاعها الى اخره بالضبط. نعم، يعني لهنا معناتها نحب نقولوا للناس المسؤولين، الناس اللي يسمعوا فينا، راو احنا هنا مش مجرد النقد، وانما فما حلول موجوده كما تفضل الدكتور يقول لك من 2018 معناه المشروع جاهز، ولكن معناه يكفي تفعيله او يكفي النظر فيه. اذا يعني هذا الطرح هي معناه كاولويه باش احنا نتجاوزوا كل هذه النقائص اللي كلنا ذكرناها في عمليه الانتداب وحتى في عمليات الترقيه والتطور. نعم، اذا دكتور احمد قبل ما نتعداو للموضوع الثاني اللي هو اخلاقيات البحث العلمي، نحب ان هنا نعطيك ربما حيز من الزمن اذا كان عندك مازلت عندك ما تقول في مساله الانتداب والترقيه بالنسبه للاسئله، خاصه انه السنه معناها 10,000 كيف ما تفضلت سيادتك، 10,000 مترشح. والله انا مش مصدق اللي عندنا 10,000 دكتور بطال، يعني شيء يدوخ، فهمتني؟ نحب نعطيك تفضل سيادتك. من بين الاشكاليات هو انه في الفتره السابقه يعني كانت كما قلت لك انا العدد تاع المسجلين في الدكتوراه ضعيف، جات فتره في السنوات بين 2005 و2010 انه تم فتح الباب على مصراعيه بالنسبه لاي شخص يود معناها التسجيل في الدكتوراه، حتى نتذكروا اللي هما كانت معناها ملفاتهم نوعا ما متوسطه في المستوى الدراسي. اللي ما كانش قبل يعني قبل كان ما يوصل يعمل ديوا ولا ماجستير الا ما يكون مرتب من الاوائل، وكان نوع من السيليكسيون نقولوا احنا. دونك بعد كي تحلت البرشا دونك كان هذا امر كان متوقع، يعني كانت سياسه الدوله في ربما تاخير البطاله لحامل الشهادات
العليا برا كمل دكتوراه باش ما تطلبنيش في الخدمه، برا زيد 5 سنين. وهذا هو دونك كانت غلطه يعني، ما حتى التوقعات كانت تقول راهو مش نوصلوا في 2011 وتقريبا ما بقاش عندنا اماكن شاغره للانتداب في التعليم العالي، باش كما عندنا الان تو دونكادرمون معناها جيد، معناها عدد الاساتذه بالنسبه لعدد الطلبه معناها في حدود العشره اللي هو جيد جدا وكافي. للاسف ما كانتش ثم سياسه واضحه في المجال هذا اللي خلانا نوصلوا، وما زلنا للاسف مالوغوزمون ما زلنا احنا ما خليناش اليات لتعديل الامور كما هذه. يعني احنا ما حاجه تونس الى تكوين 5000 دكتور في السنه اللي هو عدد ضخم جدا مقارنه بعدد السكان. تقول لي حتى في الخارج نعطيهم فرصه انهم يواصلوا، لكن طبيعي تكوردو معناها جيد مي، لكن زاد ما نرميوش بهم هكاك في منظومه اللي هي ما بقاش فيها يعني انتداب في التعليم العالي. موضوع اخير ربما نعرجله في خصوص الانتداب، هو حبيت نذكر المترشحين انه وهذا مش يعمل في الكواليس، قلت لي في الكواليس تحب توجه لهم بعض النصائح وكل، تفضل. اي هكا ربما ان شاء الله تو كان سنحت فرصه اخرى، خاطر ثم امور تقنيه نحب بالنسبه للحصه المناقشه ربما نعطيها لهم باكثر سلاسه واكثر وضوح. مسالش دكتور تفضل. في فرصه لاحقه حبيت نعمل الربط بين الموضوعين اللي مش نتحدث فيهم اليوم، هو موضوع الانتحال العلمي اللي فيه قانون من 2008 اللي هو يضبط العقوبات في حاله انه لجنه تفطنت الى ان احد المترشحين في ملفه العلمي، وهذا مطلوب من اللجان وفي دراسه هل هناك شبهه انتحال علمي في سواء في المقالات التي المترشح او في التقارير او في البيداغوجيه. حبيت ننبه المترشحين يردوا بالهم، خاصه كي وقت الانسان يوعد وثائق بيداغوجيه يدرس بها، نقولوا درس كمتعاقد او درس كفاكاتير كعربي، اعد يعني دوكيمون بيداغوجيك، ينتبه انه اذا خذاه من الانترنت راهو يجم يكون بلاجيا. يعني اذا ياخذ فقرات كامله واجزاء كامله من درس من الدروس ويرميها هو ما ينسبها لنفسه كمؤلف من هذا، راهو هذا خطير. ربما بالله سي احمد، بالله سي احمد سامحني هنا مش نسك سؤال. توا انت سيادتك مثلا ناشر كتاب، انت ناشر كتاب، كتاب ورقي موجود في المكتبه، والدكتور مشى خذا كتاب المكتبه هذيك على شابيتر معين مش يقريه نفسه اللي انت حاطه في الكتاب نتاعك. الشابيتر ذيك هو معناه ما فما حد شيء يتغير فيه باعتبار انه بيان تريتي مريقل كل شيء وحطه كما هو، لكن في الاخر كتب الريفيرونس مثلا الدكتور احمد الربيعي. اذا هذا يعتبر انتحال، لانه هو سامحني سي احمد علاش سالتك السؤال هذا، خاطر هما كيفاش يعرفوا الانتحال؟ اذا هما مش يعديوا على لوجيسيال باش يطلع البلاجياريزم. لكن انا هاني كاتب لك اسمك من اللوطه، معناتها كيفاش الشابيتر اللي انا نقري فيه في الماده هذيك هو نفسه اللي سيادتك ناشره في الكتاب وصارت معناها عمرك كامل، وانا ما عندي ما نغير فيه، ليزيكواسيون صحاح، الريزوليسيون نتاعهم صحاح، كل شيء صحيح، مش نحطه كما هو. هوني ما هوش ما ثماش اشكال، لانه الفصل 4 من القانون هذا يفسر بالضبط ما المقصود بكلمه الانتحال، انه هو عدم ذكر المصدر كل معلومه بدقه وامانه، بما انه الشخص ذكر المصدر قال راهو هذه مثلا الصفحه ولا هذه منقوله عن فلان الفلاني ما ثماش اشكال. هو الاشكال وقت تم نقل حرفي للنص بدون ذكر المصدر، ولا استعمال نتائج بحوث معنا تم نشرها قبل دون الاستشهاد بالمؤلفين نتاعها، وقتها تولي ثم لا في البحث العلمي. في البحث العلمي واضحه الحكايه، يجيب كورب ولا يجيب حاجه ينسبها لنفسه وهي نشرها فلان الفلاني، هذيك ما تفاهمين فيها وماهيش من الاخلاقيات، ما المفروض الشخص هذايا معناتها يقصيهم المناظره اصلا. ولكن انا نحكي على الدروس ينجم يكتب هو سكور ايتي انسبيري دو ليفر دو فلان الفلاني ويذكر الشخص معناه اللي انشر. ما ثماش اشكال ما دام ذكر المصدر ما هوش لا يعتبر انتحالا بما انه ذكر المصدر. ثم ربما الاشكال اللي اخطر هو ساعات نلقاه احنا نتفقوا بها حتى للاسف في بعض معناها وثائق الدكتوراه اللي تاج الدكتوراه، انه يستسهل مثلا يعمل في بحث بيبليوغرافي بيبليوغرافيك من الانترنت ياخذ باراجراف كامل على خاطره فينالمون كما قلت انت باراجراف مزيان وما فيهش معناها ما يتغير. هذا اشكال اذا ما تذكرش المصدر تقول الموقع من كذا
هون يجم يتفطن كما قلت احنا نستعملوا دي لوجيسيال نتفطنوا نلقاو باراجراف كامل 100% مشكله وقت تعتبر اشكال. نعم اذا دكتور احمد نستسمحك اذا نخرج فاصل ثم نواصل الحديث في الموضوع الثاني اللي هو اخلاقيات البحث العلمي في التعليم العالي. مستمعينا الكرام اذا نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجد لكم التحية من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. نشكركم على حسن الاستماع. نواصل نقاشنا الشيق مع الدكتور أحمد الربيعي، أستاذ تعليم عالي وباحث بمركز البيوتكنولوجي بصفاقس. إذا الدكتور أحمد تحية، نجد لك التحية. وتوا معناها في الجزء هذايا باش نحكيو على موضوع شيق جدا وموضوع مهم جدا، وهو أخلاقيات البحث العلمي. تفضل سي أحمد. شكرا لك. هو يعني من الموضوع تعرفوا انه من المواضيع حتى على المستوى الدولي، انه يعني ثم لاحظوا حتى الدراسات اللي تعملت في بلدان كما امريكا واوروبا، ثم لاحظوا انه ثم غياب ثقافه الاخلاقيات البحث العلمي. حتى نتذكر في بعض الارقام في استفتاء في دراسه استقصائيه عملوها في امريكا، لاحظوا انه كي نحكيو على النزاهه العلميه ساينتيفيك انتجريتي، انه 20% فقط من الباحثين معناها يعتبروها حاجه مهمه في البحث العلمي. نعم. يوريك انه معناها حاله الوعي باهميه الاخلاقيات ما هيش امر فقط نقولوا عربي او تونسي او لكنه شان دولي. ولهذا لكن معناها تعرفوا انه بلدان كما امريكا كما اوروبا قاموا ثم كثير من المشاريع اللي تعملت على المستوى الأوروبي ولا على مستوى الدول فرديا لأعداد ما يسمى بشرعات أخلاقيات البحث العلمي. إن شارت دو ديونتولوجي دون لا ريشيرش سيانتيفيك ولا دون لونسينيمون سوبيريور، اللي هما مربوطين تعرفوا احنا لونسينيمون سوبيريور فيه سي كومبوزونت البحث العلمي. هذه منذ تقريبا 20 سنة نشوفوا احنا يجب حتى الإنسان يطلع يشوف في كل بلاد عاملة نوعا ما من وثيقة في أعدتها بصفة تشاركية يعني منظمات سواء أكاديمية العلوم والتقنيات سواء على مستوى الوزارات سواء على مستوى بالتشاور مع الجمعيات ولا متشاور مع الجامعيين أنفسهم متوفرة. ثم حتى مشاريع أوروبية حضرت أخلاقيات فيما يخص البحث العلمي الذي يتم بالتعاون مع بلدان العالم الثالث. وذلك الخطر فيه إشكال، مثلا أنه ونفرض انه بلد اوروبي يمول ابحاث في بلدان افريقيا، شنو هو الاخلاقيات الضروريه اللي زاد لازمتها تكون معدله باش ما يستغلش الاوروبي الجانب الاخر استعمال البيانات مثلا بدون اذنه ولا باخذ العينات ولا بنشر النتائج دون استشارته الى اخره. على المستوى العربي احنا ربما اللي يهمنا في تونس لانه لا اسينا نتحدث ديما من منطلق امور موجوده مشاريع موجودة ولا تتطلب إلا شوية إرادة لمعنى المرور من الوثيقة من لتفعيلها بالضبط. نعم. نحكي وإحنا على شرعة تم أعدادها على مستوى البلدان العربية من طرف منظمة اليونسكو. هذه تقريبا أنا كنت مشارك فيها من الاجتماعات التمهيدية من 2018 تم تحت رقاء اليونسكو أعداد شرع أخلاقيات، هنا بالضبط شرع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، وهي وثيقة تقريبا فيها حوالي 25 صفحة وتعطي بعض التوجهات الأساسية ولا الخطوط الكبرى لما يمكن أن يكون معناها وثيقة أخلاقيات في البحث العلمي والتكنولوجيا في المنطقة العربية. كي نتحدثوا على الأخلاقيات باش ما نبداوش هكا في العموم، باش ناخذ كيلكوز إكزومبل معناها بعض الأمثلة المحسوسة. مثلا كيما اذا فريق من الباحثين في اطار مشروع تعاوني يضم عده مخابر قولوا في تونس سينشرون مقالا علميا من النتائج التي معناها توصلوا عليها في اطار المشروع. نعم. شكون يحق له ان يكون مؤلف او لا في قائمه المؤلفين؟ يكون نعرفوا ان ممارسات غريبه جدا في تونس
انه احيانا تلقى اسماء اشخاص تساهموش بالكل. حط لي اسمي حط لي اسمي. بالضبط، تلقى ترتيب ترتيب المؤلفين لا يحترم نسبة الاسهام في اعداد النشرية ولا في الاشغال البحثية اللي قمت بها. مثلا تلقى اشخاص لانه بصفته مدير مخبر نقولوا احنا وجد اسمه، هو ما عندوش علم اساسا بمحتوى، ما عندوش علم النشرية. نعم. وهذه امور يضبطها الشرع، الشرع الأخلاقية أخلاقية البحث العلمي، وأمور واضحة يعني معمول بها في العالم الكل. أي كيفاش لا يحق لشخص أن يكون اسمه في قائمة المؤلفين إلا إذا كذا وكذا توفرت الشروط كذا وكذا، نساهم في كتابة أو ساهم سي أحمد. سي أحمد كيفاش؟ شوف القانون باهي ذي اللي خدمتوا عليه كل شيء، لكن أنت كيفاش مش تطبقوا؟ معناها كي تجي انت الواحد تقول له ساهمت انت في البابي هذه، يقول لك ساهمت. كيفاش ساهمت؟ قريتها وصلحت لونجلي ودرت شنو، ساهمت اي ساهمت. لا هو هذا صحيح، المراقبه صعيبه. لكن هوني كي تعمل قانون كيما هكا ديما ثم لازمتك اليات. نعم. والاليات تقريبا القوانين الكل على المستوى الاوروبي يقول لك لازم خليه للبت في حاله الشبهات، يعني خليه داخليه. تكون متكونة من عدة أشخاص يتم الاتفاق عليهم سواء بالترشح أو بالانتخاب أو هو ما يكونوش بيان سيغ كونفلي دانتيغي مع الشخص. أما نقولوا مثلا واحد باحث في مخبر ما اتهم لنفرض باحثا آخر أنه معناها استغل بعض النتائج دون علمه، هوني مش تكون ثم لجنة داخلية مش تنظر في الأمر، مش تنظر للمؤيدات نتاع كل شخص، وستبت بصفة داخلية في الأمر. هذا الكل تحسبا باش ما توصلش الامور الى مستوى اعلى، يعني من غير ما نذكر انا نعرف حالات معناها حقيقه وصلت الى شكاوى في المحاكم الاداريه. اي اي موجود وناس اخذت حقها موجود. بعد وناس بعد نازلت بحكم انه ثم تسويه الموضوع عن الاميابه كما نقولوا احنا. دونك الكل موجود في الشرع، يعني ثم امور معروفه دوليا. فما نشريات دكتور نتفاعل معاك، فما نشريات يكون فيها واحد ما من خلينا نقولوا على سبيل المثال راهو مانيش نعطيه في حاجه بالضبط، ولكن يكون فيها باحث من تونس، باحث من العراق، باحث من امريكا، باحث من الصين، باحث من درشنوه، ما فهمتش انا ذوما كيفاش تقابلوا خدموا مع بعضهم، معناها كيفاش الحكايه ذي؟ اي بون هوني صحيح ثم امور غريبه وثم امور مفهومه راهو ويشي فيه الواحد معناها ثم ديما في المقالات ذكر مصادر التمويل، يقول لك حتى المجلات الكبرى تطلب منك اذا عندك تمويلات ذكر منين شكون مولك، هل الوزاره نتاع بلادك، هل هو مشروع دولي، شنو هو الريفيرونس نتاع المشروع. ثم نوعا ما من التراسابيليتي نقولوا احنا في التراسابيليتي اللي تحاول المجلات العلميه تحترمه. لكن مره اخرى معناها نرجع انا بما انه عندنا وثيقه وانا الوثيقه قدامي ونجم نعطيكم حتى بعض الامور معناها الخطوط الكبرى مسؤولية المؤسسات. مثلا ما هي مسألة المؤسسات؟ نعم. مثلا يقول لك وضع معيار محدد بما يعنيه مفهوم مؤلف، اللي كنت الموضوع اللي كنت نحكي لك فيه. ايش معناها مؤلف؟ الخلاف حول أحقية شخص ما. بالضبط. هون تجم تكون على مستوى انت شنو مع الدوغري ولا النسبة الكونتريبيسيون مينيمال، حد الأدنى من المشاركة في في العمل العلمي باش يستحق اسمه موجود في النشريه. هذا من بين الاشياء ما نتحدثوا مثلا نحن عن استعمال اعتمادات المشاريع التعاون الدولي. هو هنا مثلا سي احمد فما حاجه تعتمد فيها تونس وربما صحيح وربما باهيه هي ما احنا نقولوا حتى الباهي، وصلح لي سي احمد كاني غلط. هنا مثلا النشريات العلميه والنشريات بشكل عام معناها يعطيو مثلا مجموعه نقاط معينه للمؤلف رقم واحد ترتيبه الاول، واقل منه شويه للمؤلف رقم اثنين، والاخرين ما يعطيوهمش نقاط. هاي ذي تولي مثلا شكون مش يسلم في بلاصته الاولى ولا في بلاصته الثانيه معناها. اي هذا تقصد انت في الانتداب. صحيح. لا هو افكتيفمون هو نوع من التعديل باش نحثوا العباد انها تاخذ معناها يكون ترتيب المؤلفين يحترم درجه الاسهام باش كل شخص يدافع عن حقوقه بصفه مباشره. يعني في الشرع هذه ثم عده مستويات من المسؤوليات. نعم. ثم المسؤوليه الاولى اللي هي مسؤوليه سلطه الاشراف، يعني الوزاره كوزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي هي تجب تحدد نوع من الخطوط العريضه والخطوط الكبرى لل احترام معناها
اخلاقيات البحث العلمي في كل المستويات. ما نحكيش كان النشريات، ثم مثلا كما كنت نقول لك استعمال الاعتمادات، يعني لي زيكيبمون، يعني الموارد اللي تتشرى على الاعتمادات. سي احمد تكون احق بها الى اخره. سي احمد وقت الحصه يدهمنا السؤال الاخير، معناتها او معناتها نحبك تعلق لي عليه. يعني تو سيادتك سيد العارفين انه تو المجلات العالميه اصبحت تقريبا كلها بالفلوس، كلها ولات بالفلوس، ولكن تو احنا في تونس معناها اول حاجه معناها الجورنال اللي بالفلوس ساعه مش مستعرفين بها، وحتى كان مستعرفين بها المجلات غاليين. نعرف مجلات انا ب 3500 دولار، يعني اكثر من 8 ملايين. منين مش يجيبهم الباحث التونسي باش ينشر نشريه علميه؟ بايجاز سي احمد، لانه معناها تقريبا وقت الحصه انتهى. اي بسرعه كبيره، يعني هو تعرف هذا اشكال سيتطرح من تو حتى على مده على الاقل 20 سنه. اللي مرتبط بتوجه عام في العالم انه كل المجلات مش تولي اوبن اكسس، يعني مفتوحه، وانه المؤلف هو اللي يدفع، ما بقاش الذي يريد الولوج للمعلومه يدفع. وبالتالي راهو احنا في تونس تو ثم توجه ناقشناه على في يوم من الايام، انه مثلا في عوض ندفعوا ليزابونمون تاع المجلات باش الباحثين نتاعنا يوصلوا يقراوا للمقالات، نوليو نخصصوا هكا الجزء من الاعتمادات لدفع يعني المصاريف النشر في المجلات هذه، علما انه من هنا تقريبا 2040 التوجه العام انه ما بقاش المجلات الكل مش تولي بالفلوس. بالضبط. المجلات العلميه مش تولي الكل بالفلوس، كلها اوبن اكسس. نبداو نستعدوا لعن التغير هذا، نبداو نخموا في حسن استعمال الموارد اللي حاطينها احنا لله. اذا الدكتور احمد الربيعي استاذ تعليم عالي وباحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، شكرا جزيلا، خذينا لك من وقتك، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. الحقيقه الحديث معك مازال طويل، ومازالت المواضيع اللي ربما نتطرقوا لها برشا، لكن للاسف معناها وقت الحصه وفاء. بارك الله فيك دكتور احمد، نجدد لك الشكر. مستمعينا الكرام، شكرا، ان شاء الله نكونوا معناها جاوبنا على بعض تساؤلاتكم، ان شاء الله نكونوا وصلنا لكم المعلومه. الشكر موصول الخوية نوفل الشرطاني ومحمد سيف بولعريس في الإخراج التقني. طارق السلمي من أمام الميكرو يحييكم ويقولكم إن شاء الله نتلقاو الجمعة الجاية. شكرا وبارك الله فيكم، وربي يقضي الأشوار. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.